ينضم معنا للحديث عن القصف الذي استهدف مدينة عفرين السورية وعن دلالاته في هذا التوقيت معنا من مدينة ريحانية على الحدود التركية السورية الأستاذ مصطفى النعيمي الناشط السوري. الأستاذ مصطفى النعيمي، بداية مرحبا بك. في أي سياق يأتي القصف على عفرين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم. طبعا لابد من ذكر الحصيلة النهائية لأعداد الضحايا التفجير، حيث بلغ اليوم آخر وفقا لآخر إحصائية للدفاع المدني 15 شهيدا، إضافة إلى 43 إصابة، منهم أحد أعضاء فريق الدفاع المدني الذي قام بانتشال بعض الضحايا الذين كانوا عالقين نتيجة الاستهداف الثاني، حيث تم الاستهداف الثاني مباشر يعني بعد مرور بضعة دقائق، في دلالة واضحة على استهداف المؤسسات الطبية وكذلك المؤسسات الخدمية التي تعنى بشؤون المهجرين في مناطق الشمال السوري عموما وريف حلب الشرقي بشكل عام، الغربي عفوا بشكل خاص. هذه المدينة حتى هذه اللحظة لا تهدأ فيها الانفجارات، إضافة إلى التصعيد العسكري المستمر من قبل تلك الميليشيات التي تقوم بالاستهداف المدنيين بشكل عام. كذلك هنالك معلومات تشير إلى أن نوعية المتفجرات التي قد تم استهدافها البلدة هي ذات المتفجرات التي استخدمت في محيط محور سراقب أو حتى في محيط محور جبل الزاوية، في دلالة على ارتباط أن تلك الميليشيات ربما قد جلبت تلك الأسلحة من نفس المكون أو محور الإيراني. طبعا لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن مدينة نبض الزهراء هي قريبة منهم وهناك تداخل ما بين المكونين، وبنفس الوقت أنا أعتقد أن الاستهداف قد تم بطريقة غير إنسانية، وبنفس الوقت هو لم يستهدف قطاعات الدفاع المدني عسكرية. الدفاع المدني حذر من نوايا مبيتة بتعمد زعزعة حالة الاستقرار في الشمال السوري قبيل التصويت على تمديد مجلس الأمن لآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، كيف تنظر إلى ذلك؟ نعم، هي مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى أي أن المنطقة لابد من أن تبقى رهينة تلك الإرهاصات العسكرية أو الاستهدافات العسكرية بشكل مستمر، وبنفس الوقت هي الضغط على المجتمع الدولي أي أن هذه المنطقة لا يمكن دخول تلك المساعدات إليها بشكل مستمر. وكذلك أيضا الطرف الآخر، نحن نتحدث عن مدينة حلب التي لا لم يتم فتح المعبر فيها، معبر باب السلامة، حتى اللحظة لا يوجد هنالك قرار بفتح أو استدامة وصول تلك المساعدات الأممية، إضافة إلى معبر اليعروبية مع الحدود مع العراق. أما معبر باب الهوى هو الوحيد الذي من الممكن أن تتم في استمرارية عملية دخول تلك المساعدات بشكل مستمر، لكن حتى اللحظة لا يوجد هنالك قرار نهائي حاسم بخصوص تلك المعابر، وبنفس الوقت هي عملية ترحيل لتلك الأزمات. في حقيقة الأمر لابد من فرض منطقة حظر طيران على هذه المنطقة أو المنطقة الشمالية عموما. نحن نتحدث اليوم عن قرابة 5.5 مليون 4 ملايين منهم متواجدين في محافظة إدلب، منهم 3 ملايين تقريبا هم مهجرون قسريا من مناطق سوريا عموما. وكذلك عن مدينة حلب، محافظة حلب أيضا هنالك قرابة 1.5 مليون أيضا، كلهم الآن هم رهينة تلك القذائف العشوائية التي تنطلق بين الفينة والأخرى، سواء مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو حتى قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والولائية متعددة الجنسيات التي تدير محور تلك المعارك في ريف حلب بشكل عام. طيب، ماذا عن رد الجيش الوطني السوري الجيش المسيطر على المدينة؟ هل يمكن أن نرى ربما تحركا ما ينهي هذا الاستهداف؟ ربما بدأ التحرك من خلال الأقمية الدبلوماسية، من خلال إيصال رسائل للمجتمع الدولي أو حتى الدول الداعمة، وأنتم قبل قليل تحدثتم في ذلك عبر تقريركم، لكن حتى اللحظة لا يوجد هنالك استهداف بشكل مباشر تتكافأ مع حجم المجزرة التي حصلت والتي راح ضحيتها قرابة 15 مدنيا. لابد من تحرك أشمل وبشكل أكبر لوقف تلك العمليات العسكرية، وبنفس الوقت إيصال رسائل الطرف الداعم لتلك المنظمات بضرورة عدم استهداف المدنيين وانفصال السياسة أي خلاف سواء عمليات عسكرية في المنطقة. عن الدور التركي الذي ساعد ربما في استقرار الشمال السوري، إلى أي مدى ترى أن الأوضاع الدولية مهيئة للقيام بعملية عسكرية لا سيما فيما يخص منبج ومناطق ريف حلب؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك توافق دولي على قضية دخول الجيش التركي أو الجيش الوطني إلى محافظة منبج.
مدينة منبج عفوا، ومن ثم نتحدث عن مدينة حلب بشكل عام. يعني الرد لن يكون بهذه الطريقة أو رد عسكري حاسم، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن البارحة هنالك تحليق لبعض الطائرات الحربية المقاتلة للقوات الروسية، سلاح الجو الروسي لم يكن غائبا عن المشهد، في دلالة واضحة على أن هنالك تصعيد ربما ومجموعة من الرسائل لجانب الجيش الوطني، أي بأنه في حال عملية في حال الرد سيكون هنالك رد من قبل الجيش سلاح الجو الروسي. وبنفس السياق إذا ما أخذنا أن هذا الرد يعني إذا ما يعني أخذنا هذا الرد على محمل الجد، فنحن يعني نصل إلى نتيجة بأن السيناريو الأقرب إلى من استهدف تلك المنطقة هم الإيرانيين، يعني المتواجدون في قرية نبل والزهراء، أو هم بتحريض منهم وقوات النظام السوري في مناطق سيطرتهم تجاه استهداف مدينة عفرين بشكل عام. ما المطلوب اليوم لعدم إعادة المدنيين؟ أنت تتحدث عن مدينة حلب أم تتحدث عن مدينة إدلب بشكل عام؟ بشكل عام. نعم بشكل عام. بشكل عام نعم، المطلوب هو أول يعني كخطوة أولية هو الاتفاق الدولي حول ماهية منطقة خفض التصعيد الأخيرة، والاتفاق على الخطوط العريضة في عملية فصل تلك القوات أو إبعاد تلك الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات عن تلك المنطقة. وبنفس الوقت لابد من هنالك من وجود مراقبين دوليين لوقف على ما هي على الخروقات التي تتم من كافة الأطراف، وبنفس الوقت محاسبة تلك الأطراف، والمحاسبة لن تكون هي عبر التصريحات وإنما عبر استخدام يعني الأدوات الخشنة في استهداف كل من يخرق تلك الاتفاقيات. وأعتقد أن النظام ليس بمقدوره الآن إدارة تلك الأزمة أو يعني التصعيد الذي يجري من قبل حلفاء النظام بشكل عام، نظرا لتواجد مجموعة من الميليشيات متعددة الجنسيات ليس له مركزية قرار أو ليس لديه القدرة على اتخاذ القرار الحاسم تجاه تلك الميليشيات وتحركاتها، سواء كان من خلال خطوط الإمداد التي تصل من العراق أو حتى وصولا إلى المناطق المشتعلة في حلب أو حتى في إدلب. يعني نحن نتحدث عن محوري السراقب جبل الزاوية، أيضا محيط الفوج 46 في ريف حلب الغربي يشهد بين الفينة الأخرى يعني إرهاصات بشكل مستمر، قذائف صاروخية تتساقط على مدينة الأتارب ومحيطها، في دلالة واضحة أن المنطقة ستبقى رهينة تلك المقذوفات إن لم يكن هنالك قرار دولي حاسم تجاه تلك التحركات العسكرية، وبنفس الوقت كف يد طهران عن هذه المنطقة، وإلا لن يكون هنالك حل طالما أن إيران تدير تلك العمليات الاستفزازية تجاه المدنيين. نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مصطفى النعيمي الصحفي السوري، كنت معنا من مدينة الريحانية من على الحدود التركية السورية.